أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أن الشبكة الكهربائية في وضع حرج وغير مستقر فنيا بسبب الأضرار البليغة الناتجة عن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس مؤخرا. وأفادت الشركة بأن الأضرار تتمثل في إصابة دوائر النقل الرئيسية بالإضافة إلى خطوط التوزيع وعدد كبير من المحولات الكهربائية نتيجة تلك الاشتباكات، مشيرة إلى أنها تعمل على صيانة الأضرار. ويذكر أن الاشتباكات المسلحة دارت بين قوات حكومة الوفاق الوطني وعناصر اللواء السابع المنحدر من مدينة ترهونة وخلفت 78 قتيلا وأزيد من 300 جريح. وتوصلت بعثة الأمم المتحدة في أعقاب ذلك إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الممثل الخاص للأمين العام الأمم المتحدة حسن سلامة بعد 9 أيام من المواجهات. عن أزمة الكهرباء في طرابلس نتابع تعليق أحمد الديب المحلل السياسي من طرابلس واتصل به الزملاء في إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا. منذ العام 2011 وتوزيع الكهرباء في ليبيا يترنح، وتذبذب مستوى الطاقة الكهربائية في ليبيا إلى أن وصل بسبب الاشتباكات الأخيرة في طرابلس وضواحيها إلى حالة صعبة جدا، سببت في انقطاع تدفق المياه على العاصمة وبعض المناطق المجاورة لها، وتسبب في أزمة خانقة. حاولت الحكومات السابقة قبل حكومة الوفاق أن تضع حل لهذه الأزمة، ولكن للأسف الشديد كلما تتجدد الاشتباكات وتتجدد المعارك تكون الانعكاسات خطيرة على البنية التحتية والتي أهمها الكهرباء والماء بالنسبة للحياة اليومية والطبيعية. لا أعتقد أن هناك أفاق لهذه الأزمة، لأن الآن وأثناء مداخلة هذه تتجدد الاشتباكات، نسمع دوي الانفجارات والاشتباكات في ضواحي مدينة طرابلس تحديدا في منطقة طريق المطار وعين زارة. حقيقة الوضع مأساوي جدا وكارثي إذا استمرت هذه الأزمة، سواء أزمة الكهرباء أو أزمة الماء أو أزمة الاتصالات وغيرها، فإن للأسف الشديد ليبيا في معب الريح إلى وقت غير معلوم.